شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة في قرية الفروستوق بالغربية توقيع الكشف الطبي وصرف للدواء بالمجان لنحو 1588 مواطنا. كما شهدت القافلة تحويل 83 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وإجراء اختبارات محو الأمية لنحو 65 مواطنا وتقديم محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الفحص المبكر للثدي والتوعية بمرض السكر والضغط.